السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. اليوم الافتتاح أسواق طيبات الغذاء للخضار والفواكه جملة وتجزئة. تم الافتتاح اليوم، أسعار قوية جدا وخاصة لكم مدتها 3 أيام أو حتى نفاذ الكمية. الموقع ما هو موجود في جوجل ماب لسه ما نزل، لكن أوصف لكم موقع واضح جدا، حي الخليج على طريق الأمير بندر بن عبد العزيز قبل تقاطع سلمان الفارسي بكيلو، يجيكم على يدكم اليمين. ما عرفت الموقع، ارفعوا الشاشة على هالسنابة بيوصلكم هنا مباشرة العروض القوية والأسعار والأصناف في السنابات القادمة. ببدأ بالورقيات، حبة حبتين ثلاث أربع ورقيات بريال واحد فقط، ما عدا الخس والملوخية. الخس 4 بـ10، الورقيات الباقي 4 حبات بريال واحد فقط. البصل، البطاطس، ما شاء الله شوفت عينكم كميات. 4 أكياس بصل صغير 4 بـ10 ريال. أيضا البطاطس 4 أكياس بكم؟ 10 ريال. الثوم 5 أكياس بكم؟ 10 ريال. هنا أيضا بطاطس الجامبو، طلع لي هذا الله يعافيك، هذا أكبر أو وسط عفوا، سعره 6 ريال. فيه هالنوع أكبر من الصغير هالحجم 4 ريال، وفيه الجامبو حجم الكبير 10 ريال. شوفوا ما شاء الله هالكيس البصل الحجم الكبير ما شاء الله تبارك الله، كل هالحجم 15 ريال. الفلين الخضار بهالحجم الكبير ما شاء الله تبارك الله، الفلين على 4 ريال. الكوسة، الجزر، الخيار، الباذنجان، الفلفل البارد، حتى الليمون مع أن الليمون سعره مرتفع 4 ريال فقط. صحون الخضار عندكم من الفلفل البارد، الجزر، الليمون، مع أن الليمون سعره مرتفع في كل مكان، والخيار والشمندر وهالصحون اللي تشوفونها قدامكم 5 صحون بـ10 ريال فقط. وشوفوا ما شاء الله التعبية قدامكم، هذه التعبية 5 صحون بـ10 ريال. موقعهم وين؟ على طريق الأمير بندر بن عبد العزيز في حي الخليج. الافتتاح اليوم. شوفوا يا جماعة هنا فلين الطماطم المحمر، النظافة شوفت عينكم، فلين كامل بسعر 8 ريال فقط يا جماعة. ما شاء الله عندكم الفراولة، هالكرتون بداخلها 10 علب، كرتون كامل اللي بداخلها 10 علب بـ17 ريال فقط. العلبة عليك تطلع بـ1.70 ريال هللة يا بلاش. هنا كراتين الموز، كرتون بكم تأخذونه يا جماعة؟ أوزن لي، خلنا نشوفها قبل، نشوفها من الميزان كم يقول، 2.25 كيلو تقريبا بـ10 ريال فقط كرتون الموز عندهم. كرتون المانجا عندهم تيمون، فتحنا واحدة نشوفها ما شاء الله تبارك الله، سعر الكرتون بـ20 ريال فقط. كرتون البرتقال نسيت أعدل لكم السعر، بعدلها الآن، كانوا يبيعونه بـ17 وخلوه بـ15 سعر عرض، وخلوه بـ13 سعر عرض، وعدلته هنا الآن بـ10 ريال. كرتون برتقال كامل بهالسعر يا جماعة، وين تلقون مثل هالأسعار؟ مدة 3 أيام أو حتى نفاذ الكميات. أبى أسألك، الكميات كبيرة؟ موجودة نعم، كبيرة. بيض الله وجهك. كرتون البرتقال بهالحجم مسجل عليه هنا من 7 إلى 7.5 كيلو. سعر الكرتون 20 ريال فقط. أيضا عندكم هنا سلة، هذه فيها 15 كيلو، سعرها 35 ريال فقط. طبق البيض عندهم عدة أنواع، فيها النوع وفيها النوع، وعدلوا الأسعار لمدة 3 أيام. هالنوع الطبق فيه 30 حبة بسعر 15 ريال. هالنوع عدلوها الآن، كم السعر بيكون؟ 14. عدلها طيب، عدلها 14 ريال. هنا 14 وهنا 15، 3 أيام أو حتى نفاذ كمية. الليمون معروف سعره مرتفع في السوق، هالفلين 8 ريال. هنا التفاح كميات، الكيس بـ7 ريال. أيضا هالنوع يجيكم مشكل بسعر 10 ريال الفلين. عندكم العنب، هذا عنب هندي، الكيس بـ3 ريال. أيضا عندكم هذا النوع إيطالي، الكيس بـ10 ريال، وفي منها الأبيض أيضا بـ10 ريال. هالفلين من الكمثرى 15 ريال. عندكم الأناناس 6 ريال، فلين فواكه مشكل من أغلب الأنواع، الفلين بـ15 ريال. فلين الكيوي بسعر 5 ريال فقط.
هنا الكيلوات 4 كيلو من البصل ب10 ريال. ايضا عندكم هنا البطاطس 5 كيلو ب10 ريال. عندكم هنا كيلو ب3 ريال. شمندر الكيلو ب3 ريال. هنا 4 كيلو ب10. ايضا القرع الكيلو ب4 ريال او الثلاثة كيلو ب10 ريال. اللي هنا كيلو 8 ريال. فلفل شقرة كيلو 9 ريال. الهندي الحار 8 ريال. ايضا هنا 6 ريال. والفاصوليا كيلو 8 ريال. عندهم التمور، هذا وش نوعه؟ خلاص الخرج. خلاص الخرج، هذا كيلو. كيلو. سعره كم؟ 5.75. 5 ريال و 75 هلال. عندكم نص كيلو؟ نعم. وينه؟ طيب، كم سعر النص كيلو؟ هذا خلاص أيضا؟ ريالين. كم سعر؟ الحبتين كم؟ ريالين 75. الحبة؟ إيه. الحبتين 5 ريال و 75. نعم. ممتاز. أيضا هنا فاتحين لك عينة تجرب. التمر اللي عندهم النص كيلو الحبتين 5 ريال 75 والكيلو الحبة 5 ريال 75 هلا. بيض الإيطالي كيلو 6 ريال. اللي هنا التفاح الأخضر كيلو ب 6 ريال. أيضا هنا الأحمر 6 ريال. اللي هنا أيضا كيلو 6 ريال. واللي هنا الفخارة كيلو 8 ريال. كيوي الكيلو 6 ريال فقط. كم هالفلينات؟ البامية هالفلين ب 5 ريال فقط. الفاصوليا عطني بسم الله ايضا بسعر 5 ريال. فلفل الاحمر هذا مطلوب جدا الان 5 ريال فقط. ايضا اللي هنا سعره 5 ريال. هذا ختام اعلاننا لهذا اليوم في طيبات الغذاء. تم الافتتاح موقعهم في حي الخليج طريق الامير بندر بن عبد العزيز. ما عرفتوا الموقع ارفعوا الشاشه على هذه السنابات يوصلكم مباشره. استفيدوا من هالاسعار اللي خصصت لكم ومدتها 3 ايام أو حتى نفاد الكميات. الله يوفقنا وإياكم.